أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. شاب جزائري نادير بشكاط يصنع الحدث ببلجيكا لتمكنه من إنقاذ سيدة مسنة بعدما أن سقطت في نهر لياج. وسائل الإعلام أوروبية وعالمية تناقلت حادثة الشاب الجزائري الذي قفز في النهر وأنقذ السيدة بكل شجاعة ومهارة. وأشاد الإعلام الأوروبي والعالمي بشجاعته وما قام به. الشاب نادير يتواجد ببلجيكا منذ 2020 وبدون وثائق رسمية.